ترى أين هم؟ انتظرني قليلا. هل رأيتهم؟ أعتقد أنهم عند أودنا. لنذهب إلى هناك. تنعم غابتنا بنظام بيئي خاص يميزها عن باقي البيئات الأخرى المنتشرة فوق الأرض، والأرض كوكب من كواكب المجموعة الشمسية. سأعدد لكم الآن كواكب المجموعة الشمسية. حسناً، ها هي. يطلق على الكواكب التالية اسم المجموعة الشمسية، وهي الزهرة، المريخ، عطارد، المشتري، زحل، نبتون، أورانوس، وبلوتو. هيا نلعب مع بول. فمجموعتنا الشمسية تدور في الفضاء الواسع إلى جانب العديد من المجرات الأخرى. حسنا، سنتابع الدرس. هناك موضوع آخر سنحاول مناقشته هذا اليوم أيضا. موضوعنا التالي يتعلق بتلوث البيئة. من الأسباب المباشرة التي تسهم في تلوث البيئة كثرة المصانع التي تنفث سمومها هنا وهناك. سيمبا، هيا اذكر لي ما تعرفه عن تلوث البيئة. هيا فأنا أسمعك. هيا يا بني. أين اختفوا؟ أين الصغار؟ لقد كانوا هنا. نحن أيضا اعتقدنا أنهم هنا. كانوا هنا منذ لحظات. نحن على موعد معهم هذا الصباح، أنا وباجيرا. عليهم أن يتابعوا تمريناتهم. حقا؟ طبعا، سندربهم عمليا. طبعا التدريب ضروري يا أودنا. أعتقد أن التدريبات أهم بكثير. ما هذا الكلام؟ هل تعتقدان أن تربية العضلات أهم من تغذية عقولهم بالعلم والمعرفة؟ لا تنكر حاجتهم إلى كسب المعرفة. إذن أقنع صديقك، إنه لا يقدر قيمة العلم. يبدو أننا قد أثرنا غضبه. دعك منه الآن واتبعني، فله منطقه ولنا منطقنا. مرحبا يا أصدقاء. أرجو أن تكفوا عن لهوكم هذا وتستعدوا جيدا لبدء التمرين. هيا أخرجوا من الماء. هيا أخرجوا، فلنتمرن هنا. أرجو، أنا أيضا أرغب في البقاء هنا. سنتعلم اليوم درسا جديدا من دروس العمل الجماعي المنظم. ستنفذون بيانا جماعيا، وذلك تحت إمرتي وإمرة المدرب بالو. هناك لماذا؟ اطمئنوا، فنحن حريصان على مصلحتكم، وإن لم تستعدوا لمواجهة الصعاب منذ الآن سيصعب عليكم تحمل حياة الغابة في المستقبل، لذا لا بد من التمرين. هيا استعدوا. مستعدون. إذن هيا لتنفيذ التعليمات. سأكون فخورا بكم أيها الأبطال. استعدوا. هيا اصطفوا واحدا واحدا لنبدأ التمرين. إلى اليمين دُر. قلت إلى اليمين. يسار دُر. أحسنتم، تنفيذ مقبول. انتبهوا جيدا. إلى اليمين دُر. إلى الأمام سر. يمين يسار، يمين يسار، يمين يسار، يمين يسار. امشي جيدا يا أكسل. أنا لا أملك أرجلا طويلة كأرجلكم، ساعدوني. معك حق، لن نسرع أكثر. هل أنت راض عن النتيجة؟ هذا معقول،
أتظن أنهم قادرون على الجري الآن؟ بالتأكيد. إذن سأمرهم بذلك حالا. انتباه! رملا! سر! لا 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 أستطيع. سنركض الآن مسافة 500 ميل. لا شيء لا. هيا تقدم! هيا هيا يا اكسل! هيا يا اكسل! لا تكن جبانا! تقدم ايها الشجاع! انتبه! تسلق على الحائط! احسنت يا اكسل! انتباه! لقد نفذتم المرحلة الأولى من التمرين بشكل جيد، وحان الوقت لنختبر قدرة احتمالكم. لماذا؟ لا تسأل. آسف. ماذا؟ هل سمعتم ما قال؟ آسف. يا لدماثتك. يحظر على الجميع استخدام الألفاظ الرقيقة، مفهوم؟ الابتسامة ممنوعة. أريد وجوها عابسة. اثبت يا بول. راقبوني جيدا. انظروا، هكذا يتم التحرك زحفا. والآن هيا نفذوا التمرين بعدي. بيمبو، لا ترفع رأسك إلى أعلى عندما تزحف، وإلا اكتشفك الخصم. والآن سنستخدم أيدينا. تعلقوا بالغصن أولا، ثم اقفزوا إلى الماء. ما هذه التصرفات السخيفة؟ هيا نفذ التعليمات المعطاة إليكما حالا. حاضر. ستحفرون الآن حفرة عميقة. هيا، ماذا تنتظرون؟ تحركوا. هيا احفروا فخا عميقا. التباطؤ ممنوع يا اكسل. فائدة من وراء ما نقوم به الآن. ولا فائدة من كلامك أيضا.
نفذ الأمر يا سيدي. هل نستطيع أخذ قسطا من الراحة يا سيد مالا؟ لكنكم لم تنفذوا ما أمرتكم به. مالا؟ صدق الله أيام العمل في البحر. ودعنا تلك الأيام. هيا تابعوا الحفر. فلنتعاون يا أصدقاء. لولا محبتي لهم لما قسوت عليهم هكذا. إنني أفهمك. ما رأيك الآن يا سيدي؟ أعتقد أن هذا هو المطلوب. نفذ الأمر. انهضوا، فأنا لم أعطي أمراً بالاستراحة. ولكن سيدنا، متى سنأكل؟ لن تأكلوا قبل أن تجتازوا امتحان الحصول على الفريسة. عنوان درسنا الآن فن اصطياد السمك. إنني أتضور جوعاً. هل رأيتم؟ ها قد اصطدت واحدة. هل شاهدتم كيف تمت العملية؟ إنها جائعة. تمويه رائع، أحسنتم أيها الأبطال. ستنفذون الآن مهمة صعبة. عليكم أن تطبقوا ما تعلمتموه على أرض الواقع دون أي تذمر. هل أنتم مستعدون لتنفيذ العملية القادمة؟ لم أسمع الجواب. مستعدون. سنشن هجوماً على جماعة القردة. إنهم يعترضون طريق الحيوانات الصغيرة دائماً. آمركم أن تلقنوهم درساً لا ينسى أبداً. حاضر يا سيدي. هيا استعدوا. تصرف يا سيمبا. يمين دور. أمام سر. أبطال، أرجو أن يعودوا لنا سالمين. اطمئن يا بالو. Yeah!
العبادات تحدق بنا. فعلا. ابتعدوا ابتعدوا من هنا. هيا هربوا بسرعة. سنقول اننا بزعت. هيا هيا هيا. سيدي القردة تتصرف بحماقة دائما. تصرفاتهم لا تعجبني. هيا الشجر يركض. ماذا؟ لا أرى شيئا. هل جننت أيها المغفل؟ هل تسخر مني؟ هل هناك من يتحداني؟ سيدي سيدي لقد هاجمتنا نباتات شرسة ذات أسنان حادة. نعم يا سيدي إنها مخيفة مخيفة جدا. لقد شاهدت ذلك بأم عيني يا سيدي. سنطاردهم. هيا اذهبا الآن. مستحيل. هجموا. نحن في المأزق. ماذا نفعل؟ هيا ألقوا القرص عليهما. أنا خائف. لا تخافوا أيها الجبناء. انظر وجدت الحال. سننفذ خطة باجيرا. هيا تحركوا. لنختبئ هنا. أين اختفوا؟ علينا مغادرة المكان بأسرع ما يمكن. لا أثر لهم. أنهم هناك. لقد قفزوا إلى النهر. ماذا تنتظرون؟ لما لا تقفزون خلفهم؟ لا يا سيدي لا. كيف أقفز وأتركك هنا؟ سيخالفون أوامري. هيا. Oh!
من مغامرة، هل أعجبتك؟ طبعاً بكل تأكيد. أحس أنني أصبحت بطلاً. لا، بل أنا البطل. سيسر بالو وباجيرا عندما يعلمان بنجاح المهمة، أليس كذلك؟ وأنا يا بيمبو أدركت الآن معنى قسوة بالو علينا وأثاره على دفعنا نحو الأمام دائماً. ثانية مهجتي، أشعر بالجوع. إذن عليك أن تحاول اصطياد سمكة. لماذا تلح في طلب الطعام يا إكس إل؟ ألم تأكل تفاحة قبل قليل؟ هيا، لقد حان وقت العودة، بالو وباجيرا بانتظارنا. إذن هيا بنا. هيا. أمام سر. كان يوما شاقا، أليس كذلك؟ لكن سيمبا وأصدقائه استفادوا من توجيهات بالو وباجيرا وعملوا بجد ونشاط، وأخيرا استطاعوا التغلب على شريخان وأعوانه بفضل تعاونهم واتحادهم.